السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. الله يعزك. كنت سمعت يا مولانا حديث بعد تكبيرة الإحرام، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صحابي بيقول: الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكره واصيلا، بعد ما فرغ من الصلاه. فسال: مين اللي قال كده؟ فقال: انا. فقال: لقد فتحت لها ابواب السماء. حديث صحيح؟ احتاج مراجعته لاني بعيد العهد به. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الله ان شاء يسلمك الله وياك. يا يعني ترفع صوتك، هنغلق الهاتف يا أختي. حاضر، ماشي. ليا سؤالين. السؤال الأول: أنا كنت قبل الزواج يعني كانت عادتي 7 أيام، وبعد الحمل والولادة زادت الأيام يعني. فالأيام الزيادة دي ما دام الدم ينزل فيها، ما دام الدم ينزل في الأيام الزائدة بصورة دم الحيض وصفته، فتمتنع عن الصلاة إلى أن ينقطع الدم وتر القصة البيضاء أو يحصل الجفوف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. الآن يا شيخ مصطفى، يعني مثلا الأشاعرة عندما يقولون الله وقتنا في الأشاعرة، معلش يا أخي، عفوا عفوا. خلاص مللنا من الحديث عن هؤلاء المبتدعة، اسأل سؤال آخر. هي شبهة أريد أن معلش أعرف. معلش لا نطرح شبهة الأشاعرة على هذه الصفحة. طيب شكرا بزاك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. شيخ، أنا من صعيد مصر في قرية صغيرة، يعني أغلب يعني تكاد إن كل الأئمة بتستغيث بالنبي، يعني حتى ليهم في الأذان بيسمع النبي بيقول: صلى الله عليك يا ملاذي من كل نائبة ومغيثي من كل الظلمات. فما حكم الطلاق الفهم دول يعني؟ هذه الألفاظ شرك بالله. علمهم، وإن أصروا على دعاء غير الله من الأموات سواء رسول الله. صراحة أنا اتحبس لو قلت لهم، في كثير. نعم يعني راح. نعم يعني هتبقى في مشكلة لو قلت لهم. أنا لازم تبلغ، مش أنت ترى هذا كفرا ولا لا تراه كفرا؟ أنا أراه كفرا. خلاص يعني علمهم علمهم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال، بس موضوع عايز استشير حضرتك فيها يا شيخ. تفضل. حضرتك، انا كنت رايح اقدم على وظيفه في شركه سلسله مطاعم، تمام؟ فحضرتك، انا جم يمضوا معايا كذا شرط من شروط العمل معاهم،
وكان من ضمن الشروط ديت ان انا لو سبتهم قبل 3 شهور ادفع 500 جنيه. طيب تمام. فحضرتك انا فعلا رحت الشغل ولقيت ان في ضغط عليا، يعني في بعض المعوقات قابلتني، بس لما رحت الاول للمطعم لقيت في مخالفات شرعيه كتير فسيبته، وقلت وكلمتهم قلت لهم انا مش هتنازل عن، كانوا طالبين حاجه ان انا احلق اللحيه والكلام ده كله، فقلت لهم لا انا مش موافق. وبعدين ايه قالوا لي انت بقى نوديك مكان تاني، مش مطعم بقى، هيودوني المكان التلاجات والكلام ده، حاجات تبع الشغل برضو بس بعيدة عن ان انا احلق لحيتي او الحاجات اللي في مخالفات. يا اخي سؤالك ايه بالضبط يا اخي؟ يا اخي ده اللي يضيع وقت المسلمين، سؤالك ايه باختصار؟ اسف. بعدين لما يعني انا اقصد ابين لحضرتك ان الوظيفة اتغيرت، ده اللي انا اقصده يعني. والله اني من عارف صورة العقد. لما عفوا. رحت الوظيفة التانية. عفوا عفوا، صورة العقد ارسلها لنا نطلع عليها ونفتيك. القصص طويلة ما تنفعش يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تفضل الشيخ مصطفى؟ اتفضل. الله يكرمك. لو سمحتي انا كان ليا سؤال حضرتك. انا كان زوجتي معاها ذهب وانا برضو بدخر ذهب، اطلع زكاة على ايه؟ زوجتك ذهبها مستقل اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، وأنت ذهبك مستقل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. حتى مولانا لو أنا مثلا بجيب لها كل فترة مثلا حاجة تتزين بها. يا أخي ذهبها الخاص بها أيا كان إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، مستقل عن نصيبك. الادخار والادخار برضو نفس الشيء، سواء مدخر أو مستعمل. طيب بالنسبة يا مولانا للتزين، أزكي كم مرة مثلا؟ لأن بعض الفقهاء بيقول مرة يا أخي. سنويا جزاك الله خيرا. سنويا؟ نعم، إذا بلغ ذهبها النصاب وحال عليه الحول. أما ذهبك أنت نفس الفكرة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. سنويا برضه. أي نعم. شكرا. الله يكرمك. جزاك الله خير يا محمود بن يسري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخنا الفاضل؟ الله يبارك فيك بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله أنا عندي أرض استصلاح صحراوي في منطقة صحراوية. نعم. بغرض الزراعة. والكهرباء هناك مكلفة جدا. فالمحافظة مع البنك الأهلي عملوا مبادرة إنهم يركبوا للفلاحين طاقة شمسية بتتكلف حوالي 1,000,000 جنيه بالنسبة للأرض عندي أنا، بفايدة 3%. فهل الفايدة دي تعتبر فايدة زي فوائد البنوك؟ نعم، هي فوائد بنوك. هي فوائد البنوك بالضبط، إلا بس في حالة أيوة. الاضطرار أو الإجبار. أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا اضطرار، أنا لو الأرض دي كلها راحت مش هيجرالي حاجة. لكن أنا اللي خلاني أسأل حضرتك إن الفايدة قليلة جدا. لا لا، ده الفايدة قليلة جدا أو كثيرة لا تأثير لها في التحريم. لا أنا كنت سمعت قبل كده إن هي بتدخل في مجال مصاريف أو حاجة زي كده إذا يعني. إذا كانوا إذا نصوا على أن هذه الفائدة مصاريف إدارية فلا بأس. إذا نصوا على هذا في العقد. تمام، في العقد. إذا قالوا هذه مصاريف إدارية فلا بأس بالمصاريف الإدارية. هما طبعًا مش هيغيروا العقد عشاني. أي ما طبعًا. لكن إذا كانت منصوص عليها على إنها فايدة يبقى كده ابتعد عنها. ابتعد عنها. طيب. إلا إذا كانت مثلًا هناك مثلًا مشكلة، الأرض ستتلف. ستتلف. هي الأرض مش هتتلف، الأرض هيؤجل زراعتها فترة كبيرة لحد توفير المبلغ ده. الله يوفقك. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك حضرة الشيخ، أنا عندي وساوس بتجيني، وساوس في العقيدة. تعوذي بالله من هذه الوساوس أولا. بتعوذ بس. اقرأي على نفسك سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثالثا لا تحدثي بها أحدا.
أنا لا أحدث بها أحد، آه خلاص كنت ممكن تعرض نفسك على طبيب يعطيك بعض كده. المقويات العصبية وربنا يصرف عنك، فمع الدعاء هل العبادة كده ربنا يقبلها؟ إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعيد الصلاة. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أسأل الله أن يحشرك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت والسامعين والسامعات. الله يبارك في حضرتك. الله كنت يبارك. كان لي ورد يومي في كتاب سنن أبي داود. ماشي. فاستوقفني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. وزاد الإمام قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما كانت تفعل اليهود والنصارى. فهل في هذا الحديث نهي عن تشييد المساجد او المبالغة في تشييد المساجد؟ كلمة ما أمرت لا تساوي نهيت. كلمة ما أمرت لا تساوي نهيت. فإذا احتاج المسلمون في يوم من الأيام إلى تشييد المسجد لوقاية الناس من الحر ومن المطر، فهذا شيء حسن ومساعد على العبادة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال النبي عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. قال الله في كتابه الكريم لإبراهيم عليه السلام: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فتطهير المساجد وتهيئتها للعباد وللعبادة بلا شك عمل يؤجر عليه صاحبه. طب هل ممكن قصده على الزخرفة الزايدة عن اللزوم؟ نعم، الزخرفة المساجد الزايدة عن اللزوم، هل هذه فيها نهي؟ الزخارف الملفتة للأنظار والتي تصرف ذهن المصلي مكروهة طبعا ممكن وارد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وكان في البيت بعض التصاوير في القبلة، فلما انقضت الصلاة قال: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأي زخارف تكره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. أطال الله في عمرك على طاعته. يا رب. شيخ مصطفى، بسأل حضرتك عن الحكم الشرعي في شراب المشروب المسمى في مصر بالبوظة. حلال ما لم تصل إلى حد الإسكار. البوظة المصرية حلال ما لم تترك أياما حتى تصبح خمرا. فهي حلال 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 ما لم تسكر. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، أنا اللي كنت بكلم حضرتك. تفضل. السؤال الثاني ذكره الإمام في قصة قضاء الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا أمر بلالا أن يحرس لهم الليل وناموا. ففي رواية من الروايات ذكر فيها قال: من أدرك منكم هذه الصلاة صحيحا فليؤدي معها مثلها غدا تقريبا، يعني لا فليصلي من الغد مثلها. فيها نزاع حديثي، وأيضا المعنى في حال ثبوتها، وليصليها من الغد في وقتها لا يتأخر. ليس المعنى إعادة الصلوات، ما كان الله لينهانا عن الربا ثم يأمرنا به.
السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، ممكن اقول لحضرتك الموضوع باختصار؟ تفضل. يا شيخ انا سبتهم فعلا قبل 3 شهور، وبعدين مديري في الشغل اللي هو المشرف عليا في الشغل عايز يديني الايام اللي انا اشتغلتها عشان تعبت ومجهودي وكده، لكن انا كلمت اللي انا عملت معاه المقابلة الشخصية قلت له انا كده هدفع ال 500 جنيه اللي احنا اتفقنا عليهم، قال لي لا بس ولا ليك ولا عليك، يعني ما تاخدش الاجر الايام اللي انت اشتغلتها ولا تدفع ال 500 جنيه ولا تاخد الاجر الايام اللي انت اشتغلتها، ومديري اللي هو كان مشرف عليا في العمل مصر ان انا اخدهم عشان ده حقي، يعني مش شايف ان هو حقي وفي الشغل وكده. خذهم يا اخي. نعم خذهم. وقال لي يا شيخ ان هو كلم منصب في الشركه اعلى من اللي هو اللي عمل معايا الانترفيو اللي هو المقابله، واباح ان انا اخد الفلوس دي، بس دي حلال ليا ولا حرام؟ لا خذها حلال ان شاء الله. متشكر جدا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم يا شيخنا الفاضل ويوفقكم ويسددكم إلى ما يحب ويرضى. آمين يا رب. تفضلي. إحنا يا شيخ ربنا من علينا السنة دي بالحج، فأول يوم العيد حضرتك عارف الزحام الشديد اللي بيبقى عند الحرم عشان رمي الجمرات، لا عند رمي الجمرات زحام شديد عشان نكون رايحين الحرم، فاللي هم العربيات اللي بتوصل كانت بتستغل اليوم دوت في ارتفاع السعر جامد قوي في المواصلات. يعني هذا موسمهم طول السنة لا يشتغلون، فيقول لك من العزيزية لمكة مثلا للحرم ب 100 ريال. لا يا شيخ، هو أنا عارفة وما فيش مشكلة، لكن ده في شخص طلب مننا 600 ريال على الفرد. لا الفرد احنا كنا 4، فهو طلب 600 ريال مننا احنا 4. طيب هو طلب، هل وافقتموه ام لم توافقوا؟ احنا لما جينا ركبنا يا شيخ كنا مش عارفين ان المسافة قد ايه، احنا اول مرة نروح اصلا مكة سبحان الله، يعني الحمد لله. يا وقت معروفة هي اصلا في الايام العادية الفرد بالعادية يا شيخ، احنا كنا عند رمي الجمرات ورايحين الحرم طواف الافاضة. ايمن عارف انت عند رمي الجمرات، بس المعلومية السيارة ما بتدخلش عند رمي الجمرات، لازم تكوني تطلعي مسافة بعيدة في العزية. احنا طلعنا المسافة دي يا شيخ فعلا. وبعدين المهم السؤال ايه يا اختي؟ السؤال ان احنا لما ركبنا معاه فهو خدعنا وقال لنا احنا قلنا له احنا ده كتير قوي 600 ريال، فقال لنا لا اصل انا هاخد 3-4 ساعات انتوا شايفين الزحام، فقلنا له اتقي الله 600 كتير، وراح علينا صدقوني الزحام ومش الزحام، فقلنا له خلاص لو على الزحام، لكن لو رحنا على طول مش هندفع 600 ريال. سبحان الله رحنا في 10 دقايق. دفعت له كام يعني؟ دفعنا له 200 ريال. يلا خلاص، راضي ولا لم يرضى؟ لا هو فضل متشنك علينا يا شيخ. والله انا شايفك ستأثمين. نعم؟ شايفك ستأثمين. لا حول ولا قوة. لأن هو اتفق معكم على 600 ريال. واليوم ده في الحقيقة معروف لدى جميع الحجيج الذين ينفرون من العزيزية إلى الحرم، معروف لديهم جميعا أن الزحام مكدس، يعني حين ناخذها في 6 ساعات مش 3 ساعات كما قال لك، 6 ساعات. فأنتم اتفقتم معه على 600 ريال، وقدر الله عليه أن الله سهل له طريقا. احيانا يفتحوا بعض الطرق المغلقه فيوصل الشخص بسرعه، رزق ساقه الله اليه. فاذا كنتم من اول ما ركبتم اتفقتم معه على 200 ريال خلاص لكم. هي هو 1600، هو بصراحه مش انا، يا اختي كانت بتحج معانا فهي اللي عملت كده وانا من جواها. لا يعني عملت كده بس اسمعي الكلام بس، يعني انتم ممكن تعملوا كده. يا شيخ بس سبحان الله افهم الكلام بس يا اختي، يعني في منطقة فيها تكدس وهو أنقذكم من هذه المنطقة اللي فيها تكدس ومشي بكم، جاءت أختك بعد ما انتهت منطقة التكدس تساومه. صح هو ده اللي حصل. إذا كان كده بقى في ظلم، لأنه الإنقاذ من منطقة التكدس ده بالذات بمبلغ كبير. يعني أنا مثلا نحاول أمشي نصف ساعة حتى أبتعد عن التكدس وأجد سيارات رخيصة. في هذه المنطقة بالذات يغلون علينا جدا. استغفروا الله على العموم وتصدقوا خلاص.
لو تعرفوا رقم انا لما جيت هو رمى الفلوس فانا خدتها من الارض ورحت مديها له من الشباك وقلت له خلاص بقى لله خلاص لله خلاص، فراح مشاور كده بتشويحه ومشي وخدهم. خدهم يلا اعمل ايه، لكنكم في التحرير انتم ظلمة في هذا الباب، استغفر الله. المؤمن عند شروطهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا وانا نازل الى السجود انزع ركبتي ام على ايديه. على اي ما شئت، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد كلها مضاعفة. كلها مضاعفة. واني الافضل؟ والاكثرون من العلماء على النزول على الركبتين لما ورد عن عمر رضي الله عنه من أنه كان ينزل على ركبتيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا مولانا. تفضل. الله يحفظك سيدنا. أنا بشتغل في السياحة سيدنا، ومن ضمن شغلنا بنعمل تأشيرات العمرة والزيارة وما إلى ذلك. ففي شخص جالي أعمل له تأشيرة زيارة اللي هي السنة اللي هي المشهورة للفترة الحالية. قدمت له الاوراق كلها على سنه وجبت له الجوابات على سنه. القصه المعروفه ان تسهيل لغت لم تعطيكم. لا ده هو حظه احسن. هو راح بالفعل لتسهيل وبصم ودخل الجواز القنصليه طلع بتاشيره سنه صلاحيه شهر اقامه شهر. فراجع عليا انت نصاب. ليه؟ قلت له حضرتك، بيقول لي انا عايز سنه. قلت له انا مش جهه تنفيذيه، انا جهه خدميه، انا بقدم لك الطلبات على الوجه الكامل الصحيح والقنصليه هي اللي بيدها كل شيء. هو في مهاترات ومكالمات ومشدات وكذا وده حرام وانتوا يعني كلام زي كده. طبعا انت مسؤول عنه يا اخي، مش اتفق معك على ان التاشيره لمده سنه؟ مظبوط. التاشيره السنه بثمن والتاشيره الشهر بثمن والتاشيره السته اشهر بثمن، انت عارف كده. نعم صحيح. طيب خلاص عوضه الفارق. هو اتفق معك على انك تأتيني بتأشيرة لمدة سنة. تمام. انت اخرجت له تأشيرة لمدة شهر. معروف ان التأشيرة لمدة شهر بثمن معين والتأشيرة لمدة سنة بثمن معين. انت مش كده سيدنا برضه، لان نفس الرسوم اللي اتدفعت واحدة. هتخصك انت. لكن لا نعم. هذه تخصك انت، انت ملزم معه بالاتفاق لا. الذي اتفق على حاجه عشان تديني فتوى يعني بشكل. انا قدمت بسنه وجبت الجواب مكتوب. هو ما يعرف انك قدمت بسنه، ايه دخله؟ هو هو مطلوب الان انا سلمتك فلوسي على اساس ان تاتيني بتاشيره لمده سنه. تمام. متعدده السفرات. صحيح. هذه بثمن معروف. تمام. بثمن معروف، تأشيرة لمدة شهر بثمن أقل. طب وهل أنا ضامن لها يا سيدنا؟ أنت طبعًا ضامن، أنت تاجر، هو اللي أنت بتعمل لله، ولا هل أنت وكيل؟ مش قصدي. أنت لست بوكيل ولا تعمل عملك لله، أنت رجل تاجر. تمام. والتاجر هذا معرض للمكسب والخسارة. يعني هل الخدمات تعمل معاملة التجارة؟ طبعًا أنت تاجر، أصل أنت لست بوكيل، إذا قلت أنا وكيل وآخذ مثلًا على التأشيرة اللي أجيبها 2000 جنيه خلاص وكيل، زادت نقصت انت لك ال 2000 ثابته. تمام. بس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، بارك الله في عمركم. وياك. فضيلة الشيخ، انا منذ 3 سنوات كنت اتعالج عند طبيب اسنان رجل. ويعني طلب مني ان ازرع اسنانا فدفعت ثمن زرعتين الاسنان. درسين. ثم في خلال هذه السنوات يعني يسر الله تعالى لي وتعلمت العلم الشرعي وعلمت يعني انه علمت في ديني انه لا يجوز يعني اننا ابدا في العلاج مع طبيب ذكر رجل يعني. فانا الان هل اسحب مالي ام يعني؟ عفوا كيف كان الاول؟ انت اتفقت مع الطبيب. انا دفعت له ثمن الزرعتين منذ 3 سنوات وهو إلى الآن يعلم أن أنا لي عنده في ذمته ثمن زرعتين، هو إلى الآن يعني ينبهني كل فترة أن تعالي ازرعي أسنانك. طيب. لكن أنا بعد ما تعلمت نفسيا يعني أجد صعوبة أن أنا أتعالج عند يعني طبيب ذكر، يعني رجل.
لا أعلم لماذا، لكن نفسيا خلاص يعني. طيب يعني هم ليس منه خطأ؟ لا. هل أسحب مالي؟ هل هيوافق؟ هل سيوافقك على سحب المال؟ نعم. هل سيوافقك على سحب المال إذا طلبت المال؟ هو أظن أنه سيفرح، لأن الآن بعد 3 سنوات ثمن الزرعة. خلاص إذا 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 فرح وأنت استفدت الحمد لله، الدخل بينك وخارج. يعني أنا لا أتجاهل إحساسي وأتعالج عنده وخلاص زي ما الناس ما بيقولوا لي يعني الآن. ركزي بس في السؤال، ركزي بس في السؤال عشان ما نتعبش. إذا كنت تسألي عن الناحية المادية، أنت تريدين تسحبي فلوسك وهو موافق وسعيد، خلاص انتهت المشكلة. كونك تسأل عن العلاج عند رجل، فلو في امرأة يكون أفضل. بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يسلم حضرتك. معلش يا شيخ، كنت سألت حضرتك قبل كده سؤال من كام يوم، بس يعني احنا محتارين جدا لأن بعض الفقهاء أفتولنا بعكس كده يعني. فأتمنى من حضرتك يعني أعيد حضرتك السؤال، بس كنت عايز أعرف من حضرتك علة الجواب يعني. اتفضل. السؤال كان خاص باللي هو كناية الطلاق يعني. لا عفوا، هذا سؤال المؤسوسين ويضيعون الأوقات. سؤال المؤسوسين يضيعون على الناس الأوقات. ثم الكنايات تنقسم إلى آلاف الألفاظ، آلاف الألفاظ ما نستطيع حصرها. وأنت سألتني عن صورة بعينها وأجبتك، ما أجبتك الفتوى خذ برأي من شئت. لا لا والله أنا بس يعني ألفاظ الطلاق الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله 3 ألفاظ، واحدة صريحة لا اختلاف فيها، طلقتك أنت طالق وما كان في على شاكلتها، والثانية صرحتك تحتمل أمرين، تحتمل التسريح بمعنى الطلاق فسرحن صراحا جميلة، وتحتمل التسريح الآخر والثالث فارقتك. هذه الألفاظ الثلاثة هي التي وردت في كتاب الله سبحانه. الكنايات في الطلاق لابد فيها من التفصيل، لابد. يعني مثلا واحد بيقول لزوجته اخفف 60 داهية، اخفف 60 داهية، ماذا أقول له؟ إذا قلت له اخفف 60 داهية هرد الأمر إلى استعمالات المصريين لها. استعمالات المصريين لهذه الكلمة اخفف 60 داهية لا يقصدون الطلاق. يأتي واحد موسوس يقول لا أنا قصدت بها أنها طالق. خلاص أنت ما قصدت، لكن يتك صرف طلقها أنت حر. لكن أنا إذا بنيت سأبني على ماذا؟ على غالب أحوال المصريين من استعمال، لأننا في مصر، غالب استعمال المصريين للفظة روح في 60 داهية أنها ليست طلاقا، أو تنازع في ذلك اخفي روح عند أهلك مش عاوزك. كل هذه الألفاظ المصريون لا يقصدون بها الطلاق. المصريون لا يقصدون روح عند أهلك أنا مش عايز، اللي منه وبينك اتقطع. كل هذه الألفاظ المصريون لا يقصدون بها وقوع الطلاق. فاحنا بنفتح على غالب حال المصريين في هذا الباب ما دمنا في مصر. معلش في لفظة متفق عليها بين العلماء انها كناية لكنها تقع محمل متفق عليه بس. معلش انا اعيد على حضرتك تاني سريعا. لا معلش انا اعتذر، الا انت قلته بس اظن الكلام واضح يعني. مرحبا يا شيخ عمر الحنبلي، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا فضيلة الشيخ، كان يعني وجه الشماتة في حد أذى المسلمين يوصل لإيه لما يصيبهم مصيبة؟ يعني نقول إيه لا ما ينفعش الشماتة أو ينفع الشماتة؟ الذي يؤذي المسلمين؟ نعم. أنا أفرح. ربنا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولو كان اللي بيأذي المسلمين هو مسلم، هو مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما مر جنازة قال مستريح ومستراح منه. قال وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد الصالح يستريح من الدنيا ونصبها وتعبها ونحو ذلك، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد. فهمت الكلام؟ فإذا كان واحد مسلم، فهو مسلم لكنه قتال، لكنه زاني، لكنه مروج للمخدرات، لكنه سفاح، لكن 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 نستريح منه. لا، لو كان هذا الإيذاء مش بالصورة اللي حضرتك وصفتها، لا، الإيذاء على حسب اتهامات واتهامات باطلة، يعني بيتهم أشخاص، مجموعة من الأشخاص اتهامات باطلة. احنا عموما يا اختي، يا اختي، اي ظالم مسرف على نفسه في الظلم مؤذي للعباد نستريح منه. انا مش قصدي يا شيخ هو مات، لا، هو مثلا مات ابنه مثلا، فقال زي ما مثلا انت فرحت في فلان اللي مات ابنه واتهمت ناس بشيء معين يعني، فانت حصل لك كده فاحنا نشمت فيك، وناس تانية قالوا لا ما نشمتش فيه، حرام الشمات. احنا نشمت نقول ايه يعني؟ وخلاص، ده ابتلاء، الموت مقدر على الجميع، الموت المقدر على الجميع. سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما فيك يا شيخ. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخ، يعني تعريف الربا بالمختصر كده، ايه هو الربا؟ الربا قسمان، وقسم ثالث اطلقوا عليه الربا لكن هو مباح في الاصل. اما القسم الاول من الربا، ربا النسيئة، تعطيني ألفا لمدة سنة، أعطيك الألف بعد مدة سنة، تيجي التأخير عندي أعطيك الألف 1100. ده بيكون باتفاق؟ يكون باتفاق فيما بينهما طبعا. نعم. أعطيك الألف بألف ومية أو 1200 على حسب الاتفاق، ده اسمه ربا النسيئة. النسيئة يعني التأخير، يعني أنت أخذت مني ألف مقابل بقائي عندك سنة سنتين، أنا زودتها قلت ستبقى بألف ومئتين. هذا ربا النسيئة. في ربا آخر اسمه ربا الفضل، صورته كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، نعم، تمر اسمه جنيب جيد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، لكن كان عندي تمر رديء، بعت صاعين منه بصاع من هذا الجيد، فهذا يسمى ربا الفضل، ربا الزيادة. والثالث الذي هو يعني يقوله العلماء، الربا الذي يذكره العلماء هو الذي يهدي هدية ويريد أكثر منها. قال تعالى وما أتيتم ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، النتيجة فيه ليس لك كبير أجر، السلام ليس لك أجر فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. السؤال يا شيخ بخصوص زوجي، أنا متزوجة من 12 عام ولدي 3 أبناء، منهم ابنة عندها إعاقة ذهنية. من سنتين زوجي ترك المنزل في خلاف بيننا يعني، فترك المنزل وانقطع عنه كل اتصالنا، وما كانش بيكلمني ولا انا ولا ولادي ولا اعرف عنه اي حاجه. وبعدين رجع البيت والمشكله اتحلت ورجعنا، ابلغني ان هو في خلال فتره انقطاع من البيت ان هو تزوج، وان انا لو موافقه الحق الوضع ده ارجع، او لو مش موافقه يعني خلاص، يعني ان هو خلاص بالفعل تزوج. ويعني لا، عفوا، من اول الامر تكلمي قولي ماذا حدث. احكي من الاول؟ ايوه، مش فاهم ايه اللي حصل يعني. رتك انا زوجه متزوجه بقالي 12 سنه. نعم. وعندي 3 اطفال، منهم الطفله الثالثه طفله معاقه عندها اعاقه ذهنيه. طيب. في احد الخلافات بيني وبين زوجي من سنتين، يعني ده كان خلاف كبير، يعني قيل لي وقتها من احد المشايخ ان كان في شيء يعني زي سحر تفريق او حاجه معموله، كان في مشاكل كتير في الفتره دي بيني وبين زوجي، فساب البيت. فلما ساب البيت فضل منقطع عن بيتي 8 شهور كامله، انا ما اعرفش عنه حاجه، ولا ينفق ولا اي شيء. لا، بيبعت لي فلوس عن طريق والدي، بيدي والدي الفلوس بس مش بيجي البيت خالص، بتصل بيه
كتير جدا اللي بيرد عليا، ببعت رسائل على الواتساب ما بيردش عليها، ما اعرفش عنه اي شيء. بدأ بعد كده يجي ياخد ولاده من تحت العمارة، يعني يبعت الحارس ياخدهم يخرجهم ويرجعهم تاني عند الحارس تحت، وما يطلعش خالص ولا يشوفني ولا يعرف عني حاجة. طيب والسؤال، نعم، هذا رجل بهذا التوصيف، انا ما اعرفش ايه سبب المشكلة الاولى، يعني هل مشكلة عادية من اللي بتحصل بين الأزواج ولا مشكلة كبيرة يعني؟ المشكلة كانت يعني أنا مش لا أنا يعني لا أريد تفصيل، يعني لا أريد تفصيل، بس هي مشكلة. لا أنا مش عشان أنا عايز أقول لحضرتك الوضع الحالي، لأن هو ده اللي فيه الأزمة. المشكلة كانت بخصوص إن أنا يعني أنا كنت متزوجة يعني زوجة تانية، لأن هو كان جاء تقدم وحكى إن هو عنده مشاكل مع زوجته الأولى، وإن هو يعني هي عايز يجيب أطفال لأن زوجته كان عندها مشاكل وشايلة الرحم. يا أختي ارحمين الله يرحم والديكي، أنا بتكلم إذا كانت في مشكلة كبيرة تستدعي أن يترك البيت قد يكون له عذر، إذا لم تكن مشكلة كبيرة فهو ظالم لك لانقطاعه 8 أشهر عنك، فهو ظالم لك اختصارا. يا شيخنا يعني أنا مش دي النقطة، يعني أنا تجاوزت الأمر ورجع، بس هو لما رجع بعت لي رسالة قال لي أنا تزوجت. طيب. فأنا قبلت لان انا ولادي ساعتها كانوا متاثرين جدا. والسؤال ايه؟ طيب خلاص تزوج وانت قبلتي، والسؤال؟ السؤال اني بعد سنه كامله من زواجه اكتشفت ان اللي تزوجها دي صديقه، وصديقه عزيزه، انا اللي كنت السبب في اني انا الحقتها، يعني سبب طبعا الرزق بيد الله، بس انا اللي الحقتها بالعمل لدي في شغله، لان هي ارمله وانا يعني ربنا اعاني ان انا وفرت لها فرصه عمل، رشحتها لهذا المكان. المهم يعني خلاص خانتك يعني بالصوره المعروفه، جبت له واحده موظفه، تزوج الموظفه اللي انت جبتها له، وبعدين السؤال. هو دلوقتي انا حاسه بقهر شديد يا شيخ، وانا بقول له هي ظلمتني، لان هي ما حتى هو لا قال لي ولا هي قالت لي، هو بيقول لي لا ما حد، هي ما هو ظلمك بتاخري عنك 8 أشهر، بارك الله فيك. اما الزواج، الزواج حله الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخنا. الله يبارك فيك. حبيب ربنا يحفظك يا رب. وياكم. بقول لحضرتك يا سيدنا، انا ليا صديق كان طلع الحج السنة دي. بس كان طالع بدون تصريح حج. طيب. في يوم عرفة هرب من الشرطة. بس دخل عرفة بعد غروب الشمس. ايوه. هل الحج بتاعه صحيح؟ الحج صحيح. صحيح؟ ايوه. طب لغاية امتى يوم عرفة يعني؟ لأن يدرك مع الناس في مزدلفة صلاة الفجر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل انه قال له عروة بن مضرس. وهو يصلي الفجر في مزدلفة، فقال يا رسول الله أكللت أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وأدركت عرفات عشية عرفات وما وأدركتكم وأن تصلون الفجر في مزدلفة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا الغداة يعني الفجر بجمع يعني بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد أتم حجه وقضى تفثه. الله أكبر. الله يكرمك. السلام عليكم. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، شيخ مصطفى. اتفضل. قال لك يا شيخ عندي سؤال. اتفضل. واحد وكلني أبيع له بضاعة. تمام؟ تمام. هو ما يعرفش تمنها. إيه. حلو. قلت له البضاعة دي جالك فيها كذا وليكن 1000 جنيه. حلو. قال لي بيئة. قال لي بيئة. طيب. وقبض الثمن. طيب. ماشي بدون ما يعرف هوية البائع وبدون ما تقول زوجي يرفض دائما أن أصوم نوافلة، فهل لو صمت رغما عنه أو بدون علمي أكون آثمة؟ وما الحكم لو الصيام عن أيام أفطرتها في رمضان يجوز بدون علمه أو رغما عنه؟
يرفض دائما أن تصوم النوافل. اسمعي له وأطيعي في صيام النوافل، لأن النبي قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. وما الحكم عن لو صيام عن أيام أفطرتها في رمضان بدون علمه؟ الأيام التي أفطرتها في رمضان عليك أن تقضيها لقوله تعالى في عدة من أيام أخر. السلام عليكم. ورحمة الله. معلش يا شيخ مصطفى الشبكة قطعت عندي. اتفضل. بنقول لك واحد وكلني أبيع له بضاعة. نعم. ماشي، بس هو ما عرفش تمنها. فجيت بعد فترة قلت له البضاعة بتاعتك دي جا فيها كذا 1000 جنيه. نبيع؟ قال لي بيع. بعت له حلو وخد المبلغ. طيب. ماشي. طيب. لكن أنا بعتها لنفسي. أيوه. ماشي. هل ده حرام؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، لكن بالتوصيف الذي ذكرته أنا أقرب إلى الإجازة، لأنك أخبرته قبل بيعها، لأن في منازعة في مسألة هل الوكيل له أن يشتري السلعة لنفسه؟ يعني توكلتني في بيع هذه السلعة، هل يجوز أن أشتريها لنفسي؟ في ذلك من الفقهاء من يمنع تماما، لأنك ستجامل نفسك. ومن العلماء من ذكر الذي ذكرته أنت وقال إذا باعها لنفسه بالسعر المتعارف عليه في السوق الذي تباع به السلعة فلا بأس. ومنهم من قال يستشير صاحب السلعة، فأنت استشرت صاحب السلعة وبعتها في هويتي، ما قلتلوش ان انا اللي هشتري. ايوه، بس انت بعتها بالسعر المعهود في السوق ولا لا؟ اقل حاجه بسيطه خالص. قال لا، ادي له الحاجه البسيطه خالص دي. الله يسلمك. طب ده اللي انت بترتاح له يعني؟ ده طبعا، لان في امرين هنا. اولا خلاص احنا اخذنا الراي ان الوكيل يجوز ان يبيع لنفسه بالضوابط. الضابط الاول أن يكون ناصحا ويبيع كسعر السوق، وثانيا يستشير صاحب السلعة، فهو حقق استشارة صاحب السلعة ولكنه باع لنفسه أقل من السوق. يستشير صاحب السلعة في إيه؟ فيبيع لك ولا ما يبيعش لك؟ ولا في الهوية يعني؟ لا، في السعر. لا. الله يسلمك. طب سعر السوق ممكن مرة يبقى؟ والله يا أخي الكريم أنا ذكرت لك ما أخطاره من أقوال العلماء، مع أن من الفقهاء من يمنع قولا واحدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله، حالي طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سيدنا كان عندي مسألة. تفضل، ما مسألتك؟ كنت أتحدث أنا وصديقي حول مسألة تخفيف اللحية، فقال لي إمام المسجد يخففها، مع العلم أن لحية إمام المسجد ليست طويلة بما يزيد عن القبضة، هي لحية شخص طبيعي لديه 25-26. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إمام المسجد ولا ردوه إلى الله والرسول. الى الله يا سيدنا انا قلت له هذا، قلت له لا تاخذ السنه كتاب السنه. المهم خلص، قلت له قال لي ما لنا فيها يا اخي. خلص، انا قلت له وهو قال لي، وندخل في قيل وقال. انت سالت، اسال سؤالك. فبس الوارد ان ابن عمر كان يقبض على اللحيه وياخذ ما زاد على القبضه، وان من العلماء من ياخذ الشاذ المتطاير. قلت له وقال لي، قلت له وقال لي، ما لنا في القيل والقال. كرهها الله لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ اخر سؤال بس، انا ايه ال 500 جنيه 500 انت موسوس ولا ايه؟ بس رايك ال 500 جنيه بس عشان انا مش عايز اكل الجنيه. خلاص مش عايز ارد لهم الفلوس. انت سوء فقهك ووسوستك ستحرمك الرزق. انت سالتني وانا اجبتك ان لست مستفيد منها شيئا. 500 جنيه لازم ادفعهم ولا لا؟ يا اخي قلت لك خذ الفلوس يا اخي. يا اخي المدير اعطاك اياه. عنده شروطين ينفع بس انا. السلام عليكم يا اخي. السلام عليكم، لا تؤذينا.
انت اذيت نفسك وستؤذي نفسك لقله فقهك. ماشي من عربي. ما السلام. انت لا محتار خلاص رده لو انت يعني متشكك فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا حبيبي. وفيك الله يسلمك. والله الوالد كتب وصية ان للبنات وكده، وطبعا الوصية دي بطلة، فمش عارف احكي مع البنات في اي حاجة، وهم متمسكين بالوصية والوصية دي بطلة، وننصحهم بايه يا شيخنا؟ والله ما عندنا الا التذكير بحديث رسول الله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ايوه ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، ما حكم ترك صلاة الوتر وسنن الرواتب؟ لا إثم عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. ويا شيخ أيضا قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال أفلح إن صدق. وفي الصلاة التي فيها ركعتين هل أتورك أم أسترش؟ نعم. لما أصلي ركعتين يا شيخ في التشهد في الأمر ساعة. في الأمر ساعة. في الأمر ساعة، إن شئت تورقت في الركعتين وإن شئت افترشت. جزاك الله خيرا. إياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا مولانا. الحمد لله. نسأل عن صحة الحديث. شكر الله لكم. تفضل. بسأل عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك اخلع سبتتيك في أداب دخول المقابر. في هذا الحديث راو يقال له خالد بن سمير، وخالد بن سمير هذا وثقه النسائي والعجلي وابن حبان، وثلاثتهم يتساهلون في توثيق المجاهيل. والخبر معارض بغيره، وهو إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم. والثاني أن النبي كان في بيت عائشة فقام من الليل لما ظن أنها نامت، فانتعل رويدا رويدا وخرج وذهب إلى المقابر. والشيء الثالث لم يرد أن الصحابة كانوا إذا دخلوا المقابر خلعوا النعال، لم يرد ذلك. فالحديث لا أراه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في مفاريد رواته. أما الحنابلة ويتقلدون هذا الرأي، الحنابلة وابن القيم والألباني رحمة الله عليهم جميعا يتقلدون هذا الرأي، لكنني أراه ضعيفا لوجود خالد بن سمير في الإسناد، ولتفرد الأسود بن شيبان به عن خالد بن سمير. أضف إلى ذلك أنه وكما أسلفت لم يكن الصحابة إذا دخلوا المقابر خلعوا النعال، هذه كافية. ثم إن توجيهه وارد عند العلماء أنه كان يلبس نعالا غالية الثمن يتباهى بها. هذا باختصار والله أعلم. رأي الجمهور جواز دخول المقابر بالنعلين، ثم الضرر الذي يلحق بالناس إذا خلعوا النعال عند دخول المقابر، يمشون في الحر وعلى الأرض الساخنة. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لا لو سمحت يا شيخ، ما حكم الزوج يسرق؟ ما حكم ماذا؟ ما
إن الزوج يسرق أشياء زوجته كذهب وكعقد شقة وككل حاجة. زوج حرامي يعني يسرق أشياء، زوج حرامي يسرق أشياء زوجته. وتزوج من ست مثل زوجها قبليه زوجين، وتزوجها ومعه ابن وعايش معها، وظلمنا يا شيخ، مش عارفة أسيبه يا شيخ ولا أكمل، وأنا حامل حاليا معايا بنتين صغيرين. يعني وسرق منك أوراقك وسرق أموالك. أوراق الشقة وذهبي وعربيتي. طيب كيف يسرق هذا كله وتبقين معه؟ ايه؟ كيف يسرق هذه الاشياء وتبقين معه؟ هو انا على ذمته حاليا، وانا حامل، انا اسيبه ولا اعمل ايه يا شيخ؟ الزوج حرامي، اذا كنت عايزه تمشي مع زوج حرامي انت حره. على الزوج حرامي، هو مش هو حرامي كده؟ بص يا شيخ، هو ليه فلوس في هو مدي الحاجة باسمه، بس أنا تعب 11 سنة معه. لا دي قضية نسمعها من الطرفين. الله يسلمك، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت شوي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، تفضل. بقول لحضرتك انا منتقبه، بدخل مكان حكومي، فالموظف بيبقى عايز يشوف وجهي وكده، فمع العلم ان موجود فيه سيدات في المكان، فانا بدخل فين؟ عفوا، ايه المصلحه التي تدخليها؟ ما المصلحه التي تدخليها؟ بقبض معاش، والموظف بيبقى بيرفض، ان بقول له في سيده موجوده ممكن بعد اذن حضرتك، يعني ممكن تكون السيده دي تشوف وجهي وكده، فهو اوقات يعني في موظف ساعات بيقبل، في موظف بيرفض، يقول لي لا انا لازم، انا من حقي ان انا اشوف وشك. صح ده. صح، من حقه، لان انت ذهبت تستلمي المال، هبي ان واحده غيرك ذهبت واخذت المال، ماذا ستصنعين؟ ما في موظفين سيدات اخرى، يعني بقول له في موظفه هو لا يثق فيها، طرد، هو لا يثق في الموظفه الاخرى، هو المسؤول او الموظفه الاخرى المسؤوله. نعم هو المسؤول. ما هو المسؤول، من حقه ذلك، فان تجوز لا بأس. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا شيخ. بارك الله في عمرك. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله والجنة. يا رب وياك. تفضل يا شيخ بعد إذنك. تفضل. من فاتة صلاة المغرب يا شيخ، صلي العشاء وأزمة العشاء، صلي العشاء والله يصلي العشاء. المغرب يصلي العشاء معهم وبعد كده يقضي ما فاته. جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولاي؟ الحمد لله. كنت عايز اسال عن صحه حديث من صلى 12 ركعة في اليوم والليله بني له بيت في الجنه. الحديث ده منازع في ثبوته. طيب حديث افلح ان صدق، هل هو قبل احاديث سنن الرواتب ولا بعدها؟ لا هو عام، ما بين بعدها، ما امر الرسول، هل امر الرسول بسنن الرواتب اصلا؟ هل امر رسول الله عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ صبرا، في فرق بين شيء فعله النبي وشيء امر به النبي. الرسول كان يقوم من الليل، هل يعني هذا ان قيام الليل واجب؟ لا لا، استرغب فيه النبي عليه الصلاه والسلام. طب حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. سبحان الله، سنده ضعيف. طب ما فيش اي حاجه بغراس نخله او شجر من الاذكار اللي هي والله لا اعلم شيئا ثابتا في هذا الباب ابدا، الا بس حديث لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه، ده ثابت. دعواتك لنا يا شيخ. الله يكرمك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. دلوقتي يا شيخ أنا طالب في الجامعة وكده في الزجاجيك، فالحمد لله يعني اتعرفت على ناس وصحابي كده يعني علموني ازاي اتعلم علم الشرع وبدأت معاهم، والحمد لله علموني ان انا احفظ قرآن وكده جزاهم الله كل خير. بس انا والحمد لله بدأت اربي لحيتي وكده، بس يعني هي يعتبر خفيفة كده من الجنب. لما الاقي الجبل الناس يعني بتكون يعني الشكل مش بيكونوا حابينه، فبيقعدوا ينتقدوا فيا وكده. هو انا عن نفسي ما بكونش زعلان، بس الموضوع بيكون متكرر من اغلب الناس اصحابي يعني. هل يجوز التخفيف منها من الجانبين، ولا ده كده انا كده بعمل حاجه غلط؟ يعني انت تسال عن تخفيف اللحيه من الجنب، انما من تحت هي تجيره من الجنب من تحت، بس هي من تخفيفها من ما سبب التخفيف؟ كلام الناس ولا ايه بالضبط؟ هي صحيح يعتبر خفيفه جدا، فهي بتكون من الجنب كده طويله جدا، خفيفه من خفيفه كده، يعني اللحيه تلقائيا خفيفه من الجانب. وانت تريد تعمل ايه؟ خفيفة. ماذا تريد؟ هي خفيفه من الجانب، ما الذي تريد ان تفعله؟ يعني من عند مثلا من عند الاذن كده، يعني هل ده الحته المنطقه دي تعتبر من ضمن الذقن؟ يعني مثلا ان انا اللحيه، شوف هذه العظمة من محاذاة الأذن إلى أسفل هي اللحية، ضربوه بلحي جمل، قال لي اللحية من محاذاة الأذن إلى أسفل هذه اللحية. تمام، يعني لا يجوز إن أنا آخذ منها. الله يسلمك، إلا الشاذ المتطاير. السلام عليكم. وعليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما مسألة بيع الوكيل لنفسه. نعم. في مسألة بيع الوكيل لنفسه، حضرتك ذكرت أن من الضوابط أن يبيع بسعر السوق. طبعًا. السوق. يعني أنا وكلتك تبيع هذه السلعة. وكلتك تشتريها لنفسك بأقل من سعر السوق وتقول أنا اشتريتها. لحظة بس. في من يشتري في السوق بـ1000 وفي من يشتري بـ2000. تكون ناصحًا، أنت تكون تشتريها بـ2000. تكون ناصحًا، تشتريها بالأغلى. أنا اشتريت. وأبين له، قل له يا موكلي السلعة تباع في السوق في بـ1000 وبـ2000، وأنا سأشتريها لنفسي بـ1000، بس بين له. هل تجرؤ تقول له كده؟ هل تجرؤ؟ والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طب في اللي فات أنا كده عفى الله عما سلف، ما أنا قلت لك، وأنت لكنك رجل لا تريد ان تسمع الكلام. قلت له انت تقول اشتريتها باقل من سعر السوق لنفسك بشيء بسيط، قلت لك رد له الشيء البسيط. ما هو 1500 ده في المتوسط، لا العالي ولا. السلام عليكم يا حبيبي. اظن يا عبد الرحمن انا ابلغته في الاجابه. نعم. عشان بعض الاخوه يلوموننا على عدم الاسترسال، تعبنا من الاسترسال. كل واحد يريد فتوى لنفسه على ما يريد هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي فضلتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا زوجتي تعباني من ناحية الصلاة، كل مذاكرة الصلاة بتصلي يومين ثلاثة وبعد كده بتقطع. ايوه. فتنصحها حضرتك بإيه؟ أنصحها بالصلاة، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، أو وعيد شديد وتهديد أكيد للذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: والله ما تركوها بالكلية، إنما تركوها حتى خرج وقتها. فزوجتك هذه مرتكبة كبيرة والعياذ بالله، كبيرة عظيمة من أعظم الكبائر. ماذا افعل معها يا شيخنا؟ والله ذكرها بالله، اهجرها اي حاجه، قوا انفسكم واهليكم نارا، كلكم ران وكلكم مسؤول عن رعيته. بس هقول لك ايه، بس هقول لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله ربنا يعطيك الصحة والعافية يا رب. سمحت فضلت الشيخ، أنا عندي بس طلب وسؤال. الطلب بس حضرتك تدعي لأخويا بالتيسير، هو في ضيق شديد يعني. الله ييسر له أمره يا رب. الله يديك الصحة والعافية. والسؤال، هل يجوز إن أنا أتصدق بنية قضاء حاجة؟ لا بأس إن تتصدق وتدعو، إن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فما المصارع بالخيرات دعاء. شكرا ربنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي أربع أسئلة سريعة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول في الصلاة، لو أنا نسيت التشهد الأوسط وقمت واقفا، ينفع أرجع؟ يعني في سمعت قول إن أنا لا، إذا استتممت قائما لا ترجع. صح ولا غلط؟ إذا استتممت قائما أبدأ بالافتتاح. إذا استتممت قائما لا ترجع، ولكن إذا قدر ورجعت الصلاة لا تبطل، لكن السنة إذا استتممت قائما لا ترجع. طيب، تقول أجريت عملية فتق سري ولا أستطيع الحمل إلا بعد سنتين، هل يجوز أن أسقط الجنين علما أنه لم يتجاوز 40؟ يجوز في هذه الحالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا حضرتك فضل الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. عايز أسأل حضرتك، في ناس يا شيخ يعني مثلا لو عمل ذنب تلاقي مصيبة جدا وقتها. في يعني إن واحد عمل ذنب المصيبة بتيجي، يعني بيجي المصيبة في وقتها يعني. طيب، ده من فضل الله عليك عشان تتوب بسرعة. تذكير سريع، لكن يعني نسأل الله أن يعفو عنا، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. بقالي فترة يا شيخ مش يعني الصلاة مش عارف أركز خالص، يعني ببقى مثلا أجلس أقرأ التحيات لأن في فترة الفاتحة مش عارف، بتلخبط. استغفر الله. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. اللهم امين. شيخ عندي سؤال. تفضل. السؤال انه اشترينا ذهب بالتقريض. لا يجوز. لكن انا وقعنا في هذا الامر، كيف التوبه منه؟ استغفر الله واعمل صالحا. استغفر الله واعمل صالحا. ايوه. السلام عليكم. بهذا القدر اجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حتى ترضى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير المنزلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم يا ربنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.